متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله مساءكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية خلال 24 ساعة القادمة. هذه الليلة يتوقع أن تزداد وتيرة الموجات الغبارية بسبب دخول الهواء البارد إلى أجواء المملكة. تنشط الرياح بشكل كبير، تتشكل موجات غبارية قد تكون كثيفة. يعتقد بأنها ستصل العاصمة الرياض في وقت لاحق من هذه الليلة وصباح يوم الجمعة على شكل موجات غبارية قد تكون كثيفة، بالإضافة أنها ستصل أيضا المناطق الشرقية من المملكة. هذه الليلة في العاصمة الرياض الأجواء يتوقع أن تتحول وتصبح مغبرة بشكل تام مع ساعات ما بعد منتصف الليل وصباح يوم الجمعة، ودرجة حرارة صغرى 22 درجة مئوية بشكل عام. بعد ذلك يتوقع أن يدخل الهواء البارد ويعتدل الطقس بالمقارنة عما كان عليه نهار اليوم الخميس. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة غدا الجمعة، يتوقع أن يكون الطقس مغبرا في مناطق عدة من المملكة مع حدوث انخفاضات واضحة في درجات الحرارة في أجزاء مختلفة من المملكة. موجات غبارية كثيفة يتوقع أيضا أن تصل جنوبا إلى مناطق مثل وادي الدواسر، الإحساء، وحتى ربما مناطق جنوب غرب المملكة. كما تستمر الرياح النشطة بشكل لافت اليوم على منطقة الخليج العربي وسواحل الخليج العربي بشكل عام. دعونا نستعرض درجات حرارة العظمى المتوقعة غدا الجمعة والصغرى ليلة الجمعة على السبت. سنبدأها شمالا من المناطق الشمالية تحديدا من تبوك وعرار ومسكاكا العظمى 21 غدا، أما الصغرى تتراوح بين 10 إلى 11 درجة مئوية. غربا في المملكة في جدة 26 24 32 23 في مكة المكرمة، 25 16 في الطائف، و 27 16 في المدينة المنورة. جنوب غرب المملكة تكون في جازان 32 إلى 25، 23 إلى 13 في أبها، 19 إلى 12 في الباحة، وهناك انخفاض ملموس درجات الحرارة متوقعة يوم السبت بسبب دخول الهواء البارد إلى تلك المناطق في وقت لاحق مع أجواء مغبرة. 27 إلى 15 في الإحساء، 25 إلى 18 في الدمام مع أجواء أيضا مغبرة، وحف رباط من 22 إلى 12 درجة مئوية مع بقايا أيضا أجواء مغبرة نتيجة الموجات الغبارية. في العاصمة 26 إلى 15 هناك تراجع لافت في درجات الحرارة بالمقارنة مع ما كانت عليه اليوم. في بريدة 22 إلى 11، وفي حائل من 18 إلى 7 درجات مئوية. هذا كان كوذينا بشأن الأحوال الجوية. قبل الختام تنبيه هام بضرورة الانتباه من ارتفاع مستويات الغبار في مناطق مختلفة من المملكة اعتبارا من ساعات هذه الليلة وصباح يوم غد تصل العاصمة الرياض ومناطق مختلفة. كما ننبهكم بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء المسير على الطرقات الخارجية خاصة عند الانتقال بين المدن بسبب طبعا هذا الغبار الذي يؤدي إلى تدني أحيانا وانعدام مدى الرؤية الأفقية. دمتم بخير، إلى اللقاء.